اهلا بيكو. فيديو النهاردة هنتكلم عن قرار جديد من وزارة التموين بشأن السكر الحر وأسعار السكر الحر، وتم زيادتها زيادة بمقدار 8 جنيهات. هنعرف التفاصيل قبل ما نبدأ فيديو النهاردة. ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. التموين تبيع السكر الحر بأسعار جديدة لدى البدالين ومنافس جمعيتي. بتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر باسترداد الأرصدة المتبقية من السكر الحر لدى البدالين اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري، ودي خطوة في أعقاب مذكرة تم توزيعها على مديريات التموين. وفقا للمذكرة، إن مديريات التموين طلبت من جميع بدالين التموين إعادة الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة العامة والمصرية واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المستورد، وفي حالة عدم الاستجابة هيتعين على البدال دفع فرق الأسعار بين سعر البيع 27 جنيه للكيلو إلى 35 جنيه، مع السماح لهم ببيع الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاذ الكمية المتبقية. وبتعتبر التوجيهات خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في السوق وضمان توافر السلع للمستهلكين والتزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطن. كمان في قرار سابق أصدره وزير التموين الدكتور شريف فاروق قرار للمدريات بوقف فوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقات التموين، متضمن توجيها للاكتفاء بصرف الكميات الأساسية لمنع تسريبها للسوق السوداء. وبموجب هذا القرار كانت الكميات بتطرح بسعر 27 جنيه للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد على الأقل، و2 كيلو للبطاقات اللي بتتضمن 4 أفراد أو أكتر، مع الاستمرار في صرف السكر المدعم بمعدل كيلو لكل فرد على بطاقة التموين بسعر 12 جنيه و60 قرش. وتم توزيع هذا القرار على المديريات التموينية للبدالين والبقالين وفروع شركات الجملة. كما تضع وزارة التموين حاليا خطة لتطوير منافذ البقالين والمختصة بصرف السلع للمواطنين في ظل فتح حوار حقيقي حول التحول من الدعم النقدي العيني إلى الدعم النقدي وتعدد المكاسب الاقتصادية الناتجة عن تلك الخطوة. طبعا في مناقشة جادة عن تحويل الدعم من دعم السلع إلى دعم نقدي بيكون للمواطن 200 جنيه، وطبعا ده تحت الدراسة لكن في حيز التنفيذ اللي ممكن يتنفذ على العام الجديد. وده طبعا طرح بين وزارة التموين وبين مجلس النواب. كده يبقى احنا اتكلمنا عن كل التفاصيل الجديدة الخاصة بوزارة التموين، سواء السكر الحر او قرار تحويل صرف التموين من سلع الى نقدي. هنتابع مع بعض وكل جديد هتلاقوه موجود في القناة، فما تنسوش المتابعة واللايك والشير، ومع السلامة.